بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كلنا ننتظر شهر رمضان حتى تعتق رقابنا من النار، ولا نعلم يعني هل رب العالمين سبحانه وتعالى أعتقنا من النار أم وجبت لنا النار. كثير جدا من الناس إلا من رحم ربي في هذا الزمان تجب له النار ربما كل يوم من كثرة الذنوب والمعاصي. لذلك سن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا عظيما، يقال 4 مرات صباحا و4 مرات مساء مع أذكار الصباح والمساء، غافل عنه كثير من الناس بسبب الجهل بالعلم الشرعي والاستخفاف بالسنن والأذكار. أقسم بالله العظيم قسما أحاسب عليه يوم القيامة أن الذين يستخفون بهذه الأذكار وهذه السنن سيندمون أشد الندم يوم القيامة، فكون ندما على هذه الأذكار وهذه الكنوز العظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، 4 مرات، أو إذا قالها مرة أعتق ربعه من النار. ومن قال: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق شطره من النار. وقال مرة، من قاله 3 مرات أعتق 3/4 من النار، من قاله 4 مرات أعتق كله من النار. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. يبقى لأن هي في الأصل كلمة لا إله إلا الله تجب للمؤمن الجنة، فأنت تشهد الله سبحانه وتعالى وتشهد جميع الخلائق على وجه الأرض بالصيغة التي الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عندما يقول ذكر بإلهام من رب العالمين سبحانه وتعالى، يكون أفضل الكلام والأذكار على الإطلاق. لا شيء أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى وكتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم. يبقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل كلام بعد كلام الله، والأدعية والأذكار التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأذكار التي يتعبد بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ونثني بها على رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنها بإلهام من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى تواظب على هذا الذكر العظيم، تعتق رقبتكم من النار يوميا، مهما عملت من ذنوب، مهما عملت من ذنوب. يبقى واحد يقول لي والله يفرض واحد بيعمل كبائر، واحد بيعمل، والله اللي حافظ على هذا الذكر ربنا يعصمه، لأنه أصبح كل يوم تعتق رقبته من النار، وربنا سبحانه وتعالى يرفعه ويجعله مؤهلا ليكون من أهل الجنة وليكون من المحرمين على النار، يحول بينه وبين المعصية، يلهمه الأعمال الصالحة. ده يعني إحنا ننتظر شهر رمضان عشان هذه من أعظم مراقب شهر رمضان، إنه تعتق فيها رقبته من النار. فإزاي يبقى في ذكر لو إحنا قلناه كل يوم الصبح وبالليل تعتق رقبنا من النار واتركه؟ هذا جهل وسفه، هذا جهل وسفه. مفيش انسان عاقل ابدا يعني بكلمه بسيطه مش تاخد منك دقيقه 20 30 ثانيه صباحا و20 30 ثانيه مساء تحرم بيها على النار، وتترك هذه تترك هذا الذكر، وده من اهم اذكار الصباح والمساء. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله، لا اله الا انت، وان محمدا عبدك ورسولك. فيا ريت كلنا نحفظ هذا الذكر العظيم ونقوله صباحا ومساء. نحن غارقون في الذنوب، نحن غارقون في الكبائر، الكثير منا تجب له النار كل يوم من كثرة الذنوب، ما بين حسد وحقد وغيبة ونميمة ونظر إلى المحرمات في الطرقات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وتقصير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، و و و وسب وشتم، و غارقون في الذنوب، غارقون في. فنحن محتاجون إلى هذا الذكر العظيم عشان لو جاء الأجل في أي يوم تضمن الجنة، تضمن الجنة. فأنا هكتب لكم الذكر ده، يا ريت كلنا نحفظه ونحاول ننشر هذا العلم، ننشر هذا العلم في طعام عظيم، العلم علما فله أجر من عبد يوم القيامة. لم يكن ذلك من جنوبكم تشوش تفعيل الجرس والإشراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على نشر السنة النبوية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.